مساء النور لكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا معنا هذا الفيديو. المهم راه صافي لونطون اللي ما درناش شي هيوم فيديو صغير. المهم في هذا الفيديو غنحاول نطرق لدي كونسي صراحه اللي ضروريين اي طالب ناوي انه ينتقل او انه يكمل الدراسه ديالو في الديار الاوروبيه عامه. المهم بلا ما نطول عليكم، نخليكم دابا مع الانترو ان شاء الله ونطرقوا في اول كونسي. يلا شاهدوا معنا لانترو. اول كونسي اخي الطالب اختي الطالبة غنصحك به، وهذا الفيديو صراحة من القلب، فهمتي؟ سيدير بيرمي، هو بيرمي ركز عليه مزيان. بيرمي اخويا، علاش؟ سواء مس ولا دري، فهمتي؟ حيت راه هنا في فرنسا ما كاينش فرق ما بين دري والبنت، راهم بحال ما كاينش فرق. كي الدري كي البنت، ماشي بحال المغرب ريب ولا الدول العربيه اون جينيرال، هنا ما كيفرقوش ما بين الدري والبنت. دونك عندك بيرمي غتخدم، ما عندكش بيرمي دونك ماشي ما غتخدمش، دونك راه غطي عليك شحال من حاجه. علاش بيرمي؟ هنا الشركات اللي كيخدموا المهم الخدامين المشهورين هنا في فرنسا، يا تخدم في واحد الريستورون اولا غتخدم مثلا في كارفور ولا في سوبر مارشي في لافان ديال السيمين، السبت ولا حتى لان تيخر سواء في السبت الصباح السبت ولا عشيه السبت ولا عشيه الجمعه، لان كيخرجوا الموظفه على حسب الويكاند. دونك نصيحه دير بيرمي، لان البيرمي غينفعك انك تخدم ليفرور، وليفرور ستكون مطلوبه في جميع المدن، لا المدن الكبار ولا المدن الصغار. قلب سير دفع الماكدو كاي اف سي دومينو، راه كيطلبوا ليفرور بزاف دونك انت خاصك دير بيرمي. دونك ما كاينلاش ضيع الوقت، مازال الحمد لله الحال، مازال دابا 4 شهور الى بغا دافع الدوسي نتاعك، دفع الدوسي نتاعك وميم طور راك كتبع الدوسي نتاعك وميم طور راك تمشي دوز بيرمي، راه ما غيفوت لك الشهر حتى 20 يوم 25 يوم، راه غيكون عندك البيرمي ديالك واجد انت. دونك كتحاول انك دير واحد ليكونيميزاسيون ديال الفلوس هنا في فرنسا، وكتحاول على والديك باش ما يبقاش يشفطوا لك واحد لاسوم لي بزاف، ومنها انت عاوتاني كتشغل راسك كدير واحد الروتين يومي اللي يكسر عليك داك الريتم ديال القرايه. وصراحه نصيحه جيب معاك بيرمي باش تخدم، باش تكسر الروتين اليومي ديالك ديال القرايه. هادي من جهه. بالنسبه للفلوس، الفلوس راه ديجا هضرت على هذا الفيديو، راه غتلقى ان شاء الله هنا ولا دخلي لاشين راه غتلقى واحد لاسوم اللي معروف ديال البلوكاج، راه معروف، راه 615 اورو في الشهر، غضربها في 12 شهر غتعطيك واحد لاسوم قريبه واحد 8 مليون ونص. دونك هذا هو البلوكاج. بالنسبه للفلوس اللي خاصك تجيب، راه كيتعلق بالمدينه، راه باغ اكزومبل انا غادي لواحد المدينه اللي ماشي كبيره، راه ماشي بحال اللي غادي لباري ولا غادي لمارساي ولا غادي لشي مدينه اللي كبيره اللي تيكون فيها الغلا. دونك الفلوس انا نصيحه في البدايه، جيب معاك واحد الميل حتى الميل ونص، هذا مينيمو جيب معاك مليون، جيبو معاك مصرف بالاورو، صرف بالمغرب باش ما تصرفش هنا. راه هنا راه كي يحشو رجلين عباد الله في داك في لي بيرو دي شونج. ثالث حاجه ننصحك بها هو انك المدينه اللي ملي بتمشي دير عليها واحد البلون مسبق. علاش؟ باغ اكزومبل انت غادي باري اول مره غتحط في باري، انا كنتاكد لك 100% ان هي الدخله في المطار غتلف المطار ديال باغ اكزومبل، مشيتي المطار ديال شارلي دوغول والله حتى تلف فيه، تبارك الله راه كبير. دونك دير بلون ديالك، دير حاول ما امكن تشوف شي واحد من العائله شي دري كتعرفو، شوف فيسبوك، راه الحمد لله كاينين جروبات فيسبوك موجودين اللي كونسي عطيوك عجل دير كتب شنو بغيت. كاينين دراري الحمد لله اللي فهمتي لي جاوبوك بلي لونار، غير كونتاكتي بنادم غيجاوبك قدر الامكان ويعطيك اللي داكشي اللي كتقلب عليه غتلقاه. والله الا كاينين جروبات، لا سواء بالنسبه لك كيوجد دوسي ديال الفيزا، كاينين جروبات موجودين حتى شنو عندك يفيدوك. في اليوتيوب كذلك الحمد لله كاينين دراري في جميع المناطق في فرنسا اللي ما تخيلهاش، كاينين دراري اللي كيديروا فيديوهات كينصحوا عباد الله، وحنا بدورنا راه حنا كنحاولوا نعطيو دي كونساي على قدر الامكان. هذه ثالث حاجه. بالنسبه لرابع حاجه، بالنسبه للكرا، الكرا بغيت نهضر على حسب الناس اللي كيريزيرفيو اونلاين. اتونسيون تريزيرفي شي حاجه اونلاين وما تمشاش، عندك تمشي تقلب بار انترنيت وتمشي تريزيرفي شي شومبر اونلاين وتخلص. بغيت تريزيرفي ريزيرفي باش تير فيزيت
باش تمشي دير فيزيت مثلا، غاتجي لفرنسا وغاتحط مثلا الطياره نهار الجمعه، دير فيزيت، دير فيزيت، غاتمشي تشط لوطيل حسن لك نصيحه لوطيل، ولا شوف شي دري اللي كتعرفه، ولا قلب قلب هي قلب فارق فيسبوك، والله الا كاينين الدراري مغاربه عرب في اي مدينه، وسيرتو الا كنت طالب جديد وقلتي له اخويا بغيت نجي نجلس عندك واحد النهار ولا جوج، بالله ما نقلب على الكره، والله ما يحيدك، والله ما يقول لك لا، كون سور اي سيرتان، والله شي واحد ما غايقول لك لا، فهمتي؟ انطلاقا من هذه من التجارب ديالنا، لان الحمد لله هذا الشيء راه هذا الحمد لله كيدل على ذاك الاخوه بين المسلمين في حد ذاته، راه الحمد لله راه حنا مسلمين، دونك راه تتكون ديك الاخوه، راه ما يقدرش يقول لك لا، وسيرتو لا عارف كل بلاده ولاش، راه كيفرح هو اصلا بانك جاي. ونصيحه بعدو على البلايص اللي باش تمشي تسكن بلا اوراق، نصيحه لا، فهمتي؟ سكن في شي بلاصه، في البلاصه اللي تسكن فيها بوراقك باش الحقوق ديالك يتضمنوا، لان ديك كي نقولوا ديك الكونترا ديالو لا لاتيستاسيون دو لوجمون راها لصالحك ماشي لصالح داك السيد، فهمتي؟ ما تمشيش تكري في شي بلاصه اللي ما ديرش فيها ورقه، كنقول لك تمشي تكري في النوار، ما تكريش، لانك انت ما حركش، الحمد لله انت راه بقرايتك جاي تقرا وجاي بمعنى راك ماشي جاي عالي عليهم، فهمتي؟ راك ماشي كنقول الحمد لله الحراقه، راه الحمد لله حتى الحراقه راه ماشي خاطرو حرق باش يمشي، راه ما لقاش، دونك راه هادشي علاش حرق. كنا ساكن وديك الورقه خلاص راه غاتساعدك عاوتاني تحل لك حوايج اخرين بالنسبه مثلا البنكة، تمشي لنا في البنك كيطلبوك لادريس، كتستافد ملي كان عندك ساكن تستافد من لا بي اس، فهمتي؟ كي لا كاف كي رومبورسيك، وعاوتاني رومبورس مورا داخل واش على حساب، المهم باش تهضروا بغيت نهضر لكم في هذا السوجي كومونتير، كتبوا لي في كومونتير. بالنسبه للبوان دو فيو ديالي بالنسبه للقرايه، القرايه فرنسا اون جينيرال بالنسبه ليا صافي دابا عام وقريب نكمل نص، تبارك الله الوقت كدوز، كملت نص كاع، كملت عام ونص، راني داخل قريب نكمل عامين، بقى لي شي ما بقاش بزاف وندوز عامين الحمد لله، مي تجربه الحمد لله كان فيها الفشل، والله مازال كنقول لكم كانت فيها الفشل، والحمد لله فيها بصيص الامال وفيها النجاحات، مي الحمد لله هكا الدنيا دايره تجارب، ومازال كنعيش اليوم من هذا تجارب، كندوزو مواقف اللي صعيبه صعيبه بزاف، ولكن الحمد لله راه كيف رجع الله من حيث لا تدري الحمد لله، والله المهم القرايه والجينار في فرنسا والله الا مزيانه، بالنسبه لي بروف مزيانين، بالنسبه للتعامل ديال عباد الله ديال الكوار، فهمتي؟ ماشي نقولوا كل شيء، راه كاين واحد الجانب سلبي ولكن راه قليل، راه كتجي تيجي معك شي واحد يدير معك واحد دي جيست اللي مزيانين، ونديكم من الاخر الكوار سير معاه بالقانون، ما غيخرجكش على القانون، والله سير معاه بالقانون غيتعامل معاك بالقانون، ما كيبغيوش هما اللي يلعب معاهم هكا هكا. ونصيحه خوتي فهمتي، تعاملوا مزيانين باش تخلوا بلاصتكم نقيه، حيت لو كنتي عربي انت وضيعتي بلاصه لواحد وتعاملتي مع داك الكاوري خايب في شي بلان في شي بلان، والله كل السيريسيات انك غطيها لواحد موراك، ما ترفش الهم من راسك، رفد الهم اللي موراك كيما رفدوا لنا دوك اللي سبقونا اللي خلاو لنا البلاصه الهم، ونتمنوا من الله الخير للجميع. المهم جو بونس هذا الشيء ما كان في هذه النصيحه، وانا غير كدخلوا فقط، مازال ان شاء الله دي كونسي ان شاء الله من القدام، مازال شي حاجه ان شاء الله مزيانه نحاولوا، دابا الحمد لله راه حنا ماشي كي كنا من دابا، الحمد لله الوقت ترخفت شويه ماشي بحال شحال هادي. المهم نتمنى من الله الخير، الى كيعجبكم بحال هذا الفيديو ما تنساوش انكم تشجعونا لي كومونتير ان شاء الله، والقادم افضل. محمد كريني يحييكم، ليلتكم سعيده، تصلوا لي فراسكم، تشاو.